السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور رامي اسماعيل، يحييكم من مكان جميل، أتمنى أشوفكم قريبا في مصر بإذن الله. لو في حد عنده شك في صدره، بحسها كتير وبشوف ناس كتير تقول لك انا عندي شك في المكان ده، انا عندي شك هنا، انا عندي شك تحت صدري، انا عندي شك في الضلع، انا عندي شك تحت الناحيه الشمال، تحت الكتف الشمال، ويخاف بقى يا لهوي ده القلب في الشمال وانا عندي شك في الشمال، يبقى كده هموت يا باشا. ابدا، اصبر، القلب اساسا مش في الشمال يا راجل، القلب مش في الشمال، امال فين؟ ولا في الشمال ولا في اليمين، القلب في منتصف الصدر ويميل الى اليسار قليلا. يعني لو واحد عامل عمليه في القلب هتلاقي فاتح الجرح في النص بالظبط. لو واحد جاله ازمه في القلب وقال هيقول في النص بالظبط. لو واحد خد طلقه في صدره وعايزين نجيبها في القلب في النص بالظبط. تسيبك من الافلام اللي هو يضرب في الشمال فتيجي في قلبه، دي هتيجي في الرئه الشمال بالمناسبه. لو واحد بقى عنده شكه في الشمال، دي 90% مش من القلب اصلا، بالذات لو الشكة في مكان واحد وتعرف تشاور عليها بصباع، ولما تدوس عليها توجعك، ولما تاخد نفس تشكك، دي غالبا بتبقى من عضلات الصدر او من الرئة. هتقولي طب وليه لما اخد نفس تشكني؟ مش معنى كده لما اخد نفس تضايقني يبقى حاجة تبع النفس، لا مؤاخذة يعني تبقى تبع القلب، لا، اصل الضلوع بتاعتك بتطلع وتنزل مع النفس. فلما يكون في بين الضلع وضلع شد عضلي، زي ما يكون مثلا واحد بيلعب كوره وجاله في رجله شد عضلي، لو قام تاني هيقع، مش هيقدر يحمل عليها، ما يقدرش يحرك رجله وهي السمانه فيها شد عضلي. فكذلك لو في ضلعين في شد عضلي، دور برد، التهاب، مش عارف ايه، لو جيت تاخد نفس تقوم شك عليك وبعد شويه تفك. لو حصلت الحركه دي وجيت تدوس لقيتها وجعتك، انت هذه ليست من القلب. امال اللي من القلب تبقى ازاي؟ لو بتيجي مع مجهود، يعني تيجي طالع سلم يجي لك وجع في نص صدرك يوقفك، وممكن يسمع في رقبتك، عشان كده يسموه ذبحه، او يسمع في الكتاف، او يسمع في الدراعات، او يسمع في الظهر، يخليك تقف. وبعد ما تقف وانت طالع سلم كده تفضل واقف شويه، ايه الحرقان ده، ايه القفشه دي، ايه النار دي، وبعد دقيقه يفك، وبعد كده يروح، يقعد دقيقه دقيقتين، مش يقعد ثانيه ولا يقعد ساعه، ويجي مع المجهود ويوقفك، وبعد ما تقف يروح بعدها بدقيقه دقيقتين، مش بثانيه ولا بساعه، ويبقى عامل زي القفشه او السكينه او الحجر او الحرقان. يعني لو لقيت واحد طالع سلم المترو ولا اي سلم وراح عامل كده، قول له بس يا حاج انت بتدخن ولا بتاكل دهون ولا في حاجه سده الشرايين؟ اقول لك ده انا بدخن وعندي سكر وضغط ودهون وكوليسترول، قول له غالبا ده ضيق في الشرايين. ولو عمل شويه نصايح، مش لازم بقى كلهم بقى، انا للاسف بشوف الناس دول اول ما يروحوا للدكتور، انت عندك ضيق في الشرايين، ازاي نعمل قسطره ونعمل دعامه، ويروح يدفع له مثلا 30 40 50 100 الف جنيه والموضوع ممكن يتحل. القسطرة على فكرة أو الدعامة مش بدخل أشيل بيها الدهون اللي جوه الشرايين دي، لا لا لا، أنا بدخل ألاقي ماسورة اللي هو شريان يعني جواه شوية دهون، أقوم زقق الدهون على جنب وأحط ماسورة، أحط دعامة ما شلتهاش، بعد شوية تتسد. إنما اخترعت الدعامة والقسطرة، للي يسمع يعني عن الدعامة والقسطرة، العيان اللي عنده أزمة قلبية أو جلطة في القلب عشان أحطها له بسرعة لو في حتة في القلب بتموت. لكن واحد ماشي على رجله عادي وبيجي له وجع، لا، ده أقول له عالج الحاجات اللي خلت الشرايين يترسب فيها دهون. بتاكل دهون كتير ما تاكلش، سكرك عالي ظبط السكر، ضغطك عالي ظبط الضغط، ضربات قلبك سريعه نديله ادويه تظبط ضربات القلب، نديله اسبرين للسيوله، نديله ادويه توسع الشرايين، نخليه يبطل تدخين، نصايح كتير مع ادويه كتير، بنسبه 90% العيان بيرجع تاني يمشي ويخف والدهون تبدا تدوب من جوه، بدل ما نخش نزقها ببالونه وندفع الافات وتتسد الدعامات والعيان يرجع يتعب تاني. مش اي شكه في القلب تبقى من القلب، غالبا لو مش مع المجهود ملهاش علاقه. وجع القلب دايما بيجي مع المجهود. واخر حاجه اقولها عشان ابقى ختمت الحلقه دي، الحاجه الوحيده اللي تتلخبط معاهم بين الشكه وبين وجع القلب المعده، ساعات يجي حموضه او ارتجاع في المريء يعمل زي الحرقان كانه قلب. طب نعرفها ازاي بقى عشان يبقى خلصنا كده الحلقه دي؟ تعرفها ان وجع المعده يجي مع الاكل، تاكل كتير، تاكل حاجه مشطشطه، تاكل حاجه مسبكه فيها صلصه، تلاقي حموضه ونار، ولو شربت شويه سيفن ولا شويه اي حاجه بتفور فيها بيكربونات صوديوم او فوار او مش عارف ايه تفك. وليه علاقة بالأكل وملهاش علاقة بالجري، ده لما أكل مش لما أجري، لما أجري عادي ما فيش أي مشكلة، وتروح لما الحموضة تروح، مش لهاش علاقة بقى أبقى طالع سلم ولا، وتدوس عليها توجعك، بس تدوس عليها في فم المعدة توجعك، لكن على الصدر ما توجعكش. إن وجعتك على الصدر تبقى دي شكة، إن وجعتك على المعدة تبقى دي مشكلة في فم المعدة، إن ما وجعتش خالص لو دست وجعت بس مع المجهود يبقى دي غالبا مشكلة في شرايين القلب، خاصة لو أنت سنك كبير وعندك سكر أو ضغط أو كوليسترول أو تدخين. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي رغم أن الشمس كانت وشي. كان معكم الدكتور رامي إسماعيل، تحياتنا ليكم، في أمان الله.